السلام عليكم. بارك فيكم والله يقوي منفاكم وتحية الجزائر، تحية الجزائر وتحية وتحية الجزائر من الشرق للغرب. هكذا نقول لأختي والله يبارك فيكم، الله يعطيكم الصحة، والله يحفظنا ويحفظكم. اذا حضر ما ان شاء الله والله يحفظكم وقبالي مازالوا كثر خيركم، ونشكر الوالي ونشكر كلكم الطاقم ان شاء الله، قال ربي يحفظكم ان شاء الله ويقدركم ان شاء الله، والحمد لله يا ربي اللي فرج علينا ربي وقبالي مازالوا ان شاء الله واحد أروح عليهم. ربي يكون معكم. الله يرضى عليكم ان شاء الله. ان شاء الله ما تنغبنوش. ان شاء الله لا يغبنوش. امين يا ربي. والله يعطيكم حجه ان شاء الله ولا عمره ان شاء الله. وهذه هي الحجه، هذه هي الحجه. راني فرحان. ما هذا وين زدت؟ اليوم ملي زدت؟ اليوم، اليوم فرحان. الحمد لله. ولا بغا تجي نموت نموت. والله كما نقول لك. دوك اطلب ان شاء الله الصحة. لا خلاص انا راني تخدم في الصحة. والله لا يخدم. والله لا يخدم يا امي اختي. والله العظيم في عمري 75 سنة وعندي مرض من زمان. وعندي العجوزة في عمرها 70 راهي هنا. اي ميتة. ما يخرج علينا ذاك الواد. تعرفي الريحة والحساسية. عيني راك شويه تدمع من الحساسيه. وربي هو اللي يعلم وربي يخلصكم. ودرتو درتو درتو الاستقلال تاع 62. كملنا اليوم عمليات اعاده اسكان، ترحيل واعاده اسكان مواطني دائره موزايا. اليوم العدد تاع العائلات المرحله هي 124. بالنسبة لبلدية الشفا عندنا الرملي الأيمن والأيسر 18 عائلة، واد الناموس على مستوى بلدية موزايا 85، سونتر تاع المعوقين عندنا 12 عائلة وسبع عائلات بحي بن عيشوبة، تم ترحيلهم إلى سكنات لائقة. مجمل العملية حتى اليوم ابتداء من شهر ديسمبر هو 523 عائلة. تم ترحيلها عبر مراحل دائما على مستوى عندنا بلدية موزايا. أول عملية كنا بديناها كنتوا حاضرين معنا في واد برومي. ثم كملنا العائلات اللي رحلناهم على مستوى بلدية الشفا في حيبة بارا بجانب الثانوية بجانب مصنع الحليب. استرجعنا عقارات مهمة لبلدية الشفا، وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله نقدروا نبنيو فيها مجمعات مدرسيه او سكنات